صباح الفل عليك يا هنا، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بداية أسبوع جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. قبل ما نبدأ كلامنا النهاردة، طبعا لا صوت يعلو فوق صوت مباراة النادي الأهلي وسان داونز النهاردة ومباراة الذهاب من نصف نهائي الدوري الإفريقي. طبعا بنتمنى التوفيق لرجال النادي الأهلي، أكيد مباراة هتكون قوية جدا بين طبعا الأهلي وسان داونز، لكن عندنا ثقة كبيرة جدا في رجال النادي الأهلي، إن شاء الله بقى يقدروا يحققوا نتيجة إيجابية في مباراة النهاردة. نبدأ بقى أخبارنا النهاردة، ومعانا أخبار متعلقة بناشئين كرة القدم. الحقيقة يعني عملوا مباريات كبيرة في الويك أند وقدروا يفوزوا في الويك أند، سواء فريق 2009 اللي حد قدر يحقق فوز على فريق وادي دجلة بنتيجة 2-0، ده ضمن منافسات بطولة الجمهورية. الحقيقة إن هم عملوا مباراة كبيرة بالرغم إن هي كانت خارج أرضهم، لكن قدروا يحققوا نتيجة إيجابية ويحرزوا هدفين. أحرز أهداف النادي الأهلي اللاعب مصطفى فرج واللاعب علي سامح عشان بقى يرفعوا نقاطهم ل 21 نقطة. أما عن فريق 2008 فقدر أيضا خارج أرضه يحقق فوز على فريق القناة بنتيجة 1-0، وده كان ضمن منافسات بطولة الجمهورية. عملوا برضو الحقيقة مباراة كبيرة جدا وقدر يحرز الهدف للنادي الأهلي اللاعب حمزة عبد الكريم عشان بقى يرفعوا عدد نقاطهم ل 23 نقطة. حقيقة إن ناشئين كرة القدم بالنادي الأهلي حتى الآن عاملين موسم كبير جدا في جميع الفرق المختلفة، ماشيين بخطوات ثابتة جدا، مركزين بشكل قوي جدا عشان عايزين يحرزوا أكيد كل البطولات. بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان بقى معانا خبر متعلق بناشئات كرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2004، والحقيقة أنا كنت قلت لكم أكيد هيكون في أخبار كتير متعلقة بيهم في الفترة القادمة، وبالفعل قدروا يحققوا فوز أمس على فريق أيديل بنتيجة 3-0 ضمن منافسات دوري الكرة النسائية. وأحرز أهداف النادي الأهلي هدفين للاعبة كاميليا الديب وهدف للاعبة مريم جمال. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق في ما هو قادم، يعني هم أكيد بيكتبوا تاريخ جديد للنادي الأهلي في الكرة النسائية، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. نروح بقى لأخبار الألعاب الأخرى، والبداية مع ملكات كرة السلة اللي خلاص على بعد خطوة واحدة من التأهل لنصف نهائي بطولة الدوري المرتبط، ده طبعا بعد ما قدروا يفوزوا على الصيد في مباراة الذهاب من ربع نهائي البطولة بنتيجة 84-62. وأيضا فريق المرتبط قدر يحقق فوز بنتيجة 75-41 عشان خلاص بقى يكونوا على بعد خطوة واحدة من التأهل لنصف النهائي. حين ملكات كرة السلة يعني ماشيين بخطة ثابتة جدا، يمكن من الموسم اللي فات ما هزموش ولا مهزموش ولا مباراة حتى الآن. مباراة بقى إن شاء الله العودة هتكون يوم الثلاث القادم أمام أيضا فريق الصيد، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. نروح بقى لرجال كرة السلة واللي أنهوا الدورة المجمعة الأولى، يعني طبعا قدروا يفوزوا على فريق مصر للتأمين وفريق الشمس وتعرضوا لهزيمة من فريق سبورتنج. وخليني أكلمكم على مباراة سبورتنج، حين كانت مباراة فيها ندية كبيرة جدا، يعني الوقت الأصلي انتهى بالتعادل للفريقين 70-70، فطبعا اضطروا يلعبوا وقت إضافي. قدر سبورتنج يتقدم فيه بنتيجة 87-90، يعني كنا قريبين جدا أكيد من الفوز. أكيد رجال كرة السلة في الفترة القادمة هيركزوا بشكل أكبر. الدورة المجمعة الثانية إن شاء الله هتكون يوم الأربعاء والخميس والجمعة القادمين، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله بقى يفوزوا في جميع المباريات. ننتقل بقى للعبة كرة اليد، وسيدات كرة اليد أيضا كان عندهم مباراتين يوم الجمعة ويوم السبت قدروا يحققوا فيهم فوز. يوم الجمعة أمام فريق سموحة قدروا يفوزوا بنتيجة 23-18، وأمس كان عندهم مباراة أمام فريق سبورتنج قدروا ينهوها أيضا لصالحهم بنتيجة 20-19. المباراتين طبعا كانوا بيقاموا في اسكندرية بالتحديد على صالة سموحة، لكن سيدات كرة اليد قدروا الحقيقة يفرضوا سيطرتهم ويفوزوا بالمباراتين ضمن منافسات بطولة الدوري. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، ماشيين بخطوات ثابتة جدا في الموسم الجديد، إن شاء الله بقى يستمروا بنفس الأداء. واستكمالا الحديث عن كرة اليد، خلونا نروح لشباب كرة اليد مواليد 2004 واللي قدروا يحققوا فوز على فريق الجزيرة ضمن منافسات دوري المحترفين بنتيجة
39-29 وأيضا ناشئات كرة اليد 2006 قدروا يحققوا فوز على فريق مركز شباب الجزيرة بنتيجة 39-16 ضمن منافسات بطولة الجمهورية. الحقيقة أنه ناشئين وناشئات النادي الأهلي في الألعاب المختلفة يمكن ده باين من أخباري النهاردة مكتسحين في كل المباريات، بيفوزوا في كل المباريات. والخبر الأخير معانا برضو متعلق بشباب كرة الطايرة اللي بيتوج ببطولة منطقة القاهرة بعد ما قدروا يفوزوا على فريق الطيران بنتيجة 3-0. طبعا بنبارك لهم وبنتمنى بقى لكل طبعا الفرق الرياضية المختلفة في النادي الأهلي سواء الفرق الأولى أو طبعا حقيقة ناشئين وناشئات كل التوفيق في كل المباريات. يعني دي كانت أبرز أخبارنا النهاردة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. طبعا معاكم لو عندكم أي استفسارات، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. عمركم ما بتدونا أي فرصة إن احنا نسأل؟ الحقيقة دايما اللي يعني التغطية بتكون وافية وكافية. بشكرك عليها، شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم، شكرا ليكي.